من دونهما جنتان. شيء جنتين لمن؟ قال العلماء إيش معنى ومن دونهما؟ قالوا أقل شوي دون أقل يعني. قال العلماء الجنتان الأوليان للسابقين المقربين، والجنتان الأخريان لأصحاب اليمين، هذه للأقل شوي شأنا. يعني ما يحصلون جميع أنواع الفواكه مثلا، ولا بعض الغرف ما مأثثة وبعضها يعني لا لا. اسمعوا إلى وصف الجنتين اللتين لأصحاب اليمين، ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. مدهامتان، مدهامة مدهامتان، المفرد مدهامة. ما معنى المدهامة؟ أي كأنها سوداء في اللون، يعني باللغة العمانيين دهمة، يعني أحيانا نقول دهومة، يعني كأن سواد من بعيد، أشوف دهومة كأن شيء أسود. هذا ليس عيبا، هذا مدح. كيف؟ الأشجار الخضراء إذا امتلأت بالماء اشتدت خضرتها حتى تميل إلى السواد. لاحظوا الشجر المصفر الأوراق إيش معناه؟ معناه عطشان. والشجر الأخضر الذي يميل إلى السواد معناه مليان من الماء. فأشجار هاتين الجنتين من شدة من ريها لكونها ريانة خضراء إلى درجة أنها تميل إلى السواد، معناه أن أشجارها وأغصانها كثيفة ظل ظليل. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان نضاختان، تدفع العيون تدفع، نضاخة تنضخ بالماء، هناك ذوات أفنان وهنا مدهامتان، هناك تجريان هنا نضاختان. قالوا قال أهل التفسير الجريان أشد من النضخ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما فاكهة ونخل ورمان. شوف هذه الألفاظ الجميلة، حتى لو كانت أسماء بس يكفيك، فكيف المعاني؟ فكيف الحقائق؟ هناك فيهما من كل فاكهة زوجان، هنا فيهما فاكهة ونخل ورمان. يعني مسكين هذا مال أصحاب الجنتين أصحاب اليمين، يعني يشتهي فاكهة ما محصل، يا ليت. لا، يوم القيامة ما شيء يا ليت. يوم القيامة الذي يعيش في الجنة يرى يعطى، يعني ورد في بعض الروايات أن أقل أهل الجنة مرتبة من يعطى كعشرة أضعاف أعلى ملوك الدنيا. طبعا هذا في التشبيه، يعني كما ورد عن يعني ملوك الدنيا الآن كم لهم من القصور، كم لهم من الحشم، كم لهم من الأثاث. طيب ضربة في عشرة جيب أحسن ملوك الدنيا وضربة في عشرة، هذا تمثيل. أما يوم القيامة أصلا لا مقارنة. ورد في بعض الروايات عن النبي عليه السلام لموضع صوت أحدكم، موضع الصوت، يعني بعض الناس عندهم مكان يخلي فيه العصا، يعلق العصا مكان مسمار، ضارب مسمار في الجدار ويعلق فيه العصا، شيء ناس كذا معتادين. أهل الجنة الذي يريد أن تكون له عصا كيف؟ يبقى عصا، يبقى يطير، يبقى يمشي، يبقى يسبح، يبقى كما يشاء كما يشاء. فإذا كان له عصا موضع الصوت المكان الذي يعلق فيه الصوت، يعني مثل المكان اللي يعلق فيه الملابس الآن، لموضع الصوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، من الدنيا وما فيها. موضع الصوت من جماله، من حسن منظره، من التراب، تراب الدنيا يختلف.
عن تراب الآخرة. أظن عاد غاية الإقامة وكيف وجبة الصلاة. لا الحمد لله. إذا حد مستعجل، إذا واحد مستعجل بنصلي. لا ما مستعجل. ما مستعجلين تأكدين. في سؤال بعد لما ننسى يعني. إن شاء الله. نكمل ونرجع. كان الرجل له من الحريات. المرأة الصالحة. المرأة الصالحة. المرأة الصالحة في الجنة. خلنا نأجل الآخر إن شاء الله بتكلم عن ذي الموضوع. صوت أحد. فموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن خيرات حسان. نفس الشيء، هذا النساء، النساء الجنة خيرات، خيرة حلوة يعني حسان جميلة. فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام. أنت لما تخرج من البيت تتصل بزوجتك، وين رايح المكان الفلان، لا تتأخري، رجع البيت بسرعة. الرجل لا يحب أن تخرج زوجته كثيرا من البيت، حد يغار وحد عن الكلام وحد بس يريدها في البيت. الحورية في الجنة ما يحتاج، لا يحتاج تأمر عليها وين رحت، ما يحتاج. مقصورات طبعا، وما قال سو تريد تطلع، لا لا، أصلا خلقت لك، خلقت لك مقصورات في الخيام. الخيام في الجنة مثل الخيام الدنيا؟ هذا لا في منى، لا لا، مختلفة تماما، مختلفة. ورد عن النبي عليه السلام: إن في الجنة لخيمة طولها 60 ميلا، يعني طولها 90 كيلومتر، 60 ميل تقريبا حدود 90 كيلومتر، أزيد شوية. إن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة، يعني تشوف كما قال الله تعالى في وصف عرش بلقيس: إنه صرح ممرد من إنه صرح ممرد من قوارير من زجاج. تخيل الخيمة هذه مصنوعة من زجاج وتلمع وطويلة وعريضة. إن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة، مجوفة يعني داخلها تجويف فاضي من داخل، طولها 60 ميلا، في كل ناحية منها أهل، في كل زاوية مكان خاص لزوجها. هذا خيام الجنة، ما خيام، ليست كخيام اسم بس، كل شيء في الآخرة، كل شيء في الآخرة يشبه الذي في الدنيا في الاسم فقط. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف، اسمعوا الكلمات، رفرف، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. أنا بصراحة يعني لا أفهم كثيرا معنى رفرف خضر عبقري حسان، حتى لو لم أكن أو لم حتى لو لم نكن نعرف معناها، الألفاظ جميلة وحلوة، إيش هذا الرفرف والعبقري ما يهم، المهم شيء جميل. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، أنواع من الحرير. فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الإنس والجن، إلى متى هذا التكذيب وهذا الصدود؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك الله أحسن الخالقين المبدع في خلقه الذي أبدع كل هذه الأشياء، تبارك الله أحسن الخالقين. عندما تذهب إلى 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 تزور ضيفا، تصور لو كان يغنم عليك بنفسه، يصب القهوة بنفسه، إيش رأيك؟ يا ما شاء الله بنفسه يغنم علي، كيف لو كان وزير يصب عليك القهوة بنفسه؟ بتروح تقول ما شاء الله كيف، بتفتخر، أنا ترى غنم علي الوزير بنفس اليوم.
لو كان الملك بنفسه يقدم لك الطعام، جاب لك الطعام بنفسه. ولله المثل الأعلى، الله تعالى أبدع وصنع الجنة وما فيها ومن فيها لك، هو سبحانه صنعها لك. لذلك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الذي خلق هذه الأشياء وأبدعها وصنعها لك، تبارك الله. هذا أصحاب، هذا المقربون، وهذا أصحاب اليمين. وفي وصف الجنة آيات كثيرة، في وصف الجنة آيات كثيرة. أما المرأة، أما المرأة، الرجل موعود بالرجال بحور العين، والمرأة موعودة بماذا؟ أنا ذكرت في وسط الحديث أن اهتمامات المرأة مختلفة عن اهتمامات الرجل، لكن المرأة مع زوجها في الجنة أصلا. إذا يعني المرأة التي توفيت مع زوجها معه في الجنة، إن كان معا في الجنة، فإن لم تكن معه وأرادت الزواج، يعني طبعا ليس في الموضوع نص معين، لكن الذي يفهم من النصوص ومن كلام العلماء أنها إن شاءت الزواج فتتزوج، أيضا تتزوج من الصالحين. هل يخلق لهن مخلوقات أخرى؟ لا أعرف، لم يرد في ذلك شيء، لم يرد في ذلك شيء. لكن الذي أعرفه أن المرأة إن شاءت الزواج أيضا تتزوج في الجنة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أسأل الله تعالى لي ولكم أن يعفو عنا ويغفر لنا. اللهم اجعل